برنامج محكمة إنه نأخذ تريننج على أعلى مستوى بحيث إنه نقدر نعمل penetration للأسواق الأوروبية والأمريكية. أرجو لكم التوفيق إن شاء الله و keep up the passion, keep up الحماس الموجود عندكم. Businesses they start small always, but then they grow. When they start small they grow, usually يكون عودهم أقوى يعني. يصير قدراتهم على الاستمرار والانتشار أقوى. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. حبينا نعمل ميكس بين الخبرة السورية أو الشيء اللي إحنا شاطرين فيه مع الخبرات الثانية الموجودة، فطلعنا بكتير أفكار حلوة. ما شاء الله، يعني طموح جميل، تصدي بالمصاعب اللي واجهتكم في الحياة يعني بأريحية وبشجاعة وبقبول لما قدر الله. يعني هذه حقيقة أشياء الواحد يفتخر فيها، وإحنا في البنك الإسلامي فخورون أن نكون نساهم ولو بجزء بسيط مع زملائنا في سبارك. أعزائي الشباب ورواد الأعمال، راح يكون معي عالياً بمعالي الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. إن برامجنا المشتركة مع منظمة سبارك لتحسين الوصول إلى التعليم للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم بما في الشعب الأردني الكريم والتركيز على التعليم المهني للتوظيف قد أثمرت عن قوى عاملة مؤهلة، وسنستمر في العمل جميعا مع شركائنا لتعزيز الابتكار والقدرة على الصمود للمساهمة في تمكين الجميع من النجاح في مجتمعاتهم. أنتم جميعاً أشخاص متميزون ولديكم الكثير لتقدموه للعالم. شاركتنا مع سبارك، شاركتنا مع البنك الإسلامي للتنمية شراكة استراتيجية. أنا أشكر كل من قام على هذا البرنامج، وإن شاء الله عملنا الكبير في مستقبل الموجودين هنا واللي جايين بعدهم. It's now entering the fifth year of cooperation with the Islamic Development Bank. We've supported here in Jordan alone 1,200 SMEs, 700 higher education scholarships, and created over 2,000 jobs. I'm very happy to see that. I'm also particularly happy to see, and I see that in the reflection of the audience, that 60% to 50-60% of all the participants over these years have been women, also in the business components. And I know how difficult it is sometimes for women to get active with their own business. Yeah, round of applause.